أطلقت محافظة العاصمة حملة للتأكد من استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية والمخازن بمنطقة ميناء سلمان بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة إن تشكيل اللجنة جاء على خلفية تكرار حوادث الحريق في المنشآت الصناعية والمخازن الواقعة بميناء سلمان، آخرها حادثة الحريق الذي وقع بأحد المستودعات بالمنطقة في أكتوبر من العام الماضي، إذ أن معظم هذه الحوادث تقع بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة في تلك المنشآت. وأكد أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في تعزيز التعاون مع مختلف الإدارات الأمنية والجهات الحكومية المعنية، حيث تعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة على متابعة كافة القضايا الأمنية وتقدم توصيات واقتراحات تصب ضمن الجهود الرامية للحفاظ على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والممتلكات. وتأتي الحملة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة والجهات المشاركة للوقاية من المخاطر عبر الرقابة والتوعية والتوجيه والإرشاد والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي وقوع أي حرائق، بما يضمن توافر بيئة محصنة من مصادر المخاطر. تهدف هذه اللجنة التفتيش على المصانع في ميناء سلمان والتأكد من إلزامها باشتراطات الأمن والسلامة، واليوم يعني ابتدينا هذه الحملة في أول مصنعين وتأكدنا من توفر اشتراطات الأمن والسلامة، والآن إن شاء الله بنواصل بعد ما حصرناها تقريبا 65 سجل، وإن شاء الله نستطيع أن نفتش عليها ونراقبها ونتأكد من سلامتها لتجنب حرائق في المستقبل. قامت محافظة العاصمة مشكورة بوضع اشتراطات سلامة وإنشاء فريق عمل متكامل للنظر للمخالفات في المناطق الصناعية وكيفية التعامل معها وكيفية استجابة المناطق الصناعية والمصانع الموجودة فيها لاشتراطات السلامة.